لماذا سقطت الدمية في الحمم البركانية؟ لنعد إلى البداية. لا تستطيع تينا وميا الانتظار لتذوق هذه البيتزا الرائعة. كنا على حذر يا فتيات، لأن هذا الصندوق يحتوي على أكثر مما تستطيعن تحمله. لكن دعونا نضع البيتزا في الفرن أولاً ونرى ما سيحدث. أوه، هل تشمين الرائحة؟ دعينا ننهي لعبة البازل بينما ننتظر. أوه، حرارة الفرن تتصاعد. أوه لا، إذن أين نضع هذا؟ لماذا أصبح الجو حاراً جداً؟ أوف، يجب أن أنزع هذه البلوزة. يا انظري، هذا خطر جداً. الأرضية مشتعلة. تينا، انظري لهذا. انتظري لحظة الآن. تينا، هناك حمم بركانية على الأرضية. ما مدى صعوبة نزع البلوزة؟ تينا غير مدركة تماماً للخطر الذي هي فيه. إن الحمم تلتهم كل ما على الأرضية. أوه، أخيراً. ماذا؟ أوه، هذا أمر سيء للغاية. كيف حدث هذا؟ أوه لا، دميتي في خطر. لا، لا يمكننا أن نتركه هكذا. هيا تعال، أعطني يدك. فقط المزيد قليلاً. آه، لا فائدة من هذا. هذا مستحيل، يجب أن نخرجه من هناك. انتظري، أمسكي بعصا المكنسة هذه. التقطتها. سأتمكن من إمساكه بثبات. أجل، إنه سليم وبصحة جيدة. أجل، متى مطيع. ولكن ماذا نفعل الآن؟ يجب أن يكون هناك شيء يمكننا استخدامه. وجدته، إنه جهاز إيقاف الحمم البركانية. سأجلبه. أوه لا، إنه بعيد جدا. خطرت لي فكرة، دعينا نستخدم ملابس الغسيل لعمل حبل. رائع، سأربطهم جميعا معا. تأكدي من أن العقد مشدودة. ميا، اربطيهم بشكل جيد وكأن حياتك تعتمد عليها. وأخيراً سنستخدم هذا لنتعلق به. فعلاً، يبدو ذلك منطقياً تماماً. هل أنت جاهزة يا ميا؟ هيا تأرجحي. تمسكي جيداً، وها نحن ننطلق. رائع، ميا تتأرجح مثل طرزان على حبل. يا لها من لياقة رائعة. أمسكت به. حسناً، نخرج الآن دبوس الأمان و... لا، ليس بهذه الطريقة. أوتش، كان ذلك قوياً. فلنأمل أنه أحدث فرقاً. هي، لقد نجح الأمر حقاً. ماذا؟ أجل، لا أستطيع أن أصدق ذلك. ليس سيئاً، ليس كذلك؟ مدهش. حسناً، دعيني أذهب أولاً. خذي صديقك. أوه، دبي الجميل، اشتقت لك كثيراً. هيا يا شقيقتي، ليس لدينا وقت نضيعه. احترسنا يا فتيات، وإلا ستحرقن أحذيتكن المفضلة. أوه، هذا مخيف. حسناً، يبدو أن الحمم قادمة من المطبخ. مهلاً، ماذا عن بعض الفشار؟ أوه هيا، أنا جائعة. في هذا الوقت غير معقول. واو، أوهو. حسناً، هذا أفضل بكثير. حسناً، لم تكن هذه فكرة سيئة. انظري، من هنا تأتي الحمام. نحتاج إلى إغلاق باب الفرن. تينا وميا قريبتان جداً من إنقاذ نفسيهما من الحمم الساخنة. اثبتنا الآن يا فتيات. إذا انزلقت إحداكن فسينتهي أمرها. ربما يمكنني إغلاقها من هناك. أمسكي يدي. أنا قريبة، أكثر قليلاً. آه، نحن قريبون. ربما
يمكننا استخدام هذا الماوس لإغلاق الباب. حسناً، لنحاول. صوبي جيداً. ضربة ضعيفة جداً. ماذا عن البطيخ؟ يجب أن تفي هذه بالغرض. حسناً، العيون على الهدف. أوه لا، لقد انفتح الباب أكثر من السابق. دعينا نلقي كل ما لدينا. مناديل ورقية. أوه لا، نفذت لدينا كل الأشياء لرميها. أنت متأكدة؟ أوه لا، هذا يعني تينا؟ لا يمكن أن تكوني جادة. قولي وداعاً له يا تينا، إنها الطريقة الوحيدة. هل ستفعلها؟ هل ستنقذنا يا دبي الجميل؟ سوف أشتاق إليك كثيراً. هيا، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. نحن نعتمد عليه. هيا انطلق، لا أستطيع النظر إليه. انطلق يا دب، أنقذنا. فعلناها! انظري! لقد أنقذنا! هل انتهى الأمر؟ نعم! أوه! لقد وقعنا في مشكلة أخرى! ماذا يحدث هنا؟ ما كل هذه الفوضى؟ إنه خطأها! إنه خطأها هي! لا، ليس خطأي! تتصرفن كما لو كنتن أطفالاً! نظفن هذه الفوضى الآن! نعم يا أمي! آسفة يا أمي! أذهب عنكن لمدة 5 دقائق، وهذا ما يحدث. حسناً يا فتيات، لقد استمتعتن. فقط لا تنسين البيتزا. حسناً يا أصدقاء، ألم يكن ذلك مسلٍ للغاية؟ ما رأيكم بهذا الفيديو؟ نحن نحب أن نقرأ كل قصصكم الرائعة. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تشتركوا في قناتنا من أجل الحصول على المزيد من القصص الرائعة مثل هذه. في هذه الأثناء استمتعوا بمختاراتنا الرائعة من الكواليس. ترقبوا القادم ونراكم قريباً.